ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية وأرال بسياع لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله مولاه ووليه فدرت وحلب وسقى كلا من القوم وأرواه، ثم حلب وملا الإناء وغادره لديها آية جميلة، فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية، فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا حكى جثمانه ومعناه، فقال هذا صاحب قريش وعصم بكل ألية على أنه لو رآه لآمن به واتبعه وأدناه.